وحيث انتهى ما أردناه وتم ما اهتممنا به وقصدناه فلنرفع إلى الله تعالى أكف الإبتهال ونتوسل به وبنتائجه أرباب الأذواق والأحوال فنقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأنفاس هذا العارف الأكبر والسر الأظهر الوارث المحمد صاحب الإدلال على البساط العند وبالسالكين على منهاجه الأنور والمغترفين ممن هل معارفه الأعذب الأزخر أنتم التنابذي بأنفاسهم وتثني لنا من ثمار راسهم يا أيتها الأرواح المقدسة يا ختم يا قط يا إمامان يا أوتاد يا أبدال يا رقباء يا نجماء يا نقباء يا أهل الغيرة يا أهل الأخلاق يا أهل السلامة يا أهل العلم يا أهل البسط يا أهل الجنان والعطف يا أهل الضيفان يا أيها الشخص الجامع يا أهل الأنفاس يا أهل الغيب منكم والشهادة يا أهل القوة والعزم يا أهل الهيبة والجلال يا أهل الفضل يا أهل معارج العلا يا أهل النفس يا أهل الإمداد يا أهل صل صلاة الجرس يا قطب القاهر يا قطب الرقائق يا قطب سكيت رفرف ابن ساكت العرش يا أهل الغنى بالله يا قطب الخشية يا أهل عين التحكيم والزوائد يا أهل البدلاء يا أهل الجهات الست يا ملامتية يا فقراء يا صوفية يا عباد يا زهاد يا رجال الماء يا أفراد يا أمناء يا قراء يا أحباب يا أجلاء يا محدثون يا سمراء يا ورثة الظالم نفسي منكم والمقتصد والسابق بالخيرات أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة كونوا أولا لنا في نجاح الطلبات كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات وتيسير المرادات وإنهاض العزمات وتأمين الأوعاد وستر الأوراد وقضاء الديون وتحقيق الظنون وإزالة الحجب الغياهب وحسن الخواتم والعواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب عباد الله عباد الله حريصون لأجل الله وكونوا أعوننا لله عسى وكونوا
سنقضى